لله الواحد امين، تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ظهر الدهور كلنا امين. فصل انجيل هذا الصباح، انجيل معلمنا ماري لوقا البشير اصحاح 12، والانجيل ده بيتكرر بنصليه في صلاه نص الليل، اللي بيقول لنا فيه: لا تخف ايها القطيع الصغير، فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. النهارده بنعيد لعيد ابو نفر السايح وقديسين كتار، فكأن ربنا بيقول له هو قاعد في البرية لوحده، ربنا بيقول له ما تخافش أنا أكون معاك. وقعد أب نفر السايح 60 سنة ما يشوفش وجه إنسان، وربنا كان معاه يطلع له نخلة، وقيل النخلة دي وقعت بعد موت أبو نفر السايح، والبلح بتاعها يقعد ياكل فيه طول السنة، زباطة زباطة كده يقطعها ويعلقها وياخد منها بلح ويشرب مية من بير موجود، والبير لغاية دلوقتي موجود في حارة الروم، بير في دير الأمير تدرس، ومية مقدسة للشفاء. اللي عايز أقوله نقطتين. نقطة أولانية هي: يا رب أنت عايز تعمل معانا إيه في حياتنا على الأرض وحياتنا عشان نروح السماء؟ فقول لي هعمل معاك 3 حاجات: هطمنك، وهشيل منك الخوف، وهديك أجر سماوي تقام على كل ما هو لله. طب الحاجة التانية، 3 حاجات تعملها عشان تاخد ده. الأولانية أقول لك: لا تخف أيها القطيع الصغير. كلمة لا تخف دي كاتبين فوق كده أنا هو إيه؟ لا تخاف. ده ربنا قال كده، أنا هو لا تخاف. الناس كتير بتخاف من حاجات كتير قوي، يخاف من الضلمة، واللي يخاف من المستقبل، ويخاف من الامتحانات، واللي يخاف من الأشرار، ويخاف من الحشرات، واللي يخاف من كل واحد عارف بيخاف من ايه، يخاف من بكرة، ويخاف من الماضي بتاعه، واللي دايما يخاف وهو مش عارف بيخاف ليه. دي موجودة كتير، فحتة الخوف دي موجودة، موجودة كتير. فيجي ربنا كده يهمس في أذن كل واحد فينا يقول لنا إيه؟ ما تخافش. يا رب أنا صغير وغلبان، يقول له ما أنا بقول لك ما تخافش. قال كتير قوي كلمة لا تخاف دي. افتكروا كده، قال أنا هو لا تخافوا. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. لا تخف لأني أنا معك، لا تتلفت لأني إلهك قد أعنتك وعضدتك بيمين بري. قال لي أشعياء كده، قال لي يشوع: لا تخف، لا يقف إنسان أمامك، كل ما تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيته. في كل جيل يقول إيه؟ ما تخافش. يقول لأبونا إبراهام يقول له: لا تخف يا إبراهام، أنا ترس لك، اللي هو أبونا إبراهيم. لا تخف يا إبراهام لأني أنا معك. قال له كده مرتين: ما تخافش يا إبراهام أنا معك. رغم أن أبونا إبراهيم مرتين يسلم زوجته وتقول إنها أخته، وهي فعلا أخته، لكن مش شقيقته، فكان بيخاف. فالمرتين ربنا نجاه لما ادى مراته لفرعون او لابي مالك، وربنا نجاه في المرتين، وربنا بينجينا كتير قوي. فالكلمه اللي لازم ترن في ودنا باستمرار اللي بيقول لي ايه؟ لا تخف، لا تخف. طب قول لي تاني يا رب. يبقى النقطه الاولانيه ما تخافش، النقطه التانيه ما تخافش لأني معاك، الأولانية التانية أبوك عايز يديك السماء. أباكم سر أن يعطيكم الملكوت.
يعني يا رب رغبتك رغم الضيقات والمشاكل والمشاغل والحروب وكل الصعوبات اللي انت فيها، يقول انا عايز اديك السماء. طب انت عايز تديني السماء، فاطمن. فكل ما يجي لك فكر، وما اكثر هذه الافكار، ان واحد يقول ايه ما فيهاش فايدة، لا اباكم سرة، يعني مسرة الله ان لا يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوبة. وقال كده، هل مسرة وسر بموت الخاطئ الا ان يرجع عن طريقه فيحيا؟ وقال مسرتي في بني البشر، وقال تعالوا إلي مباركة بيرث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. هذه هي مسرة الله، أن يدعونا أولاده. وقال لما تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات، أنا أبوكم. لكن لأنه في هذا الجيل وفي هذا الزمن قلت حتة اكرم أباك وأمك، في مشاكل في الأسر، لأن كتير من الناس مشغولين عن ولادهم، وبالتالي الأولاد مشغولين عن أبائهم، والبيوت مفككة. فلما يقول له أباك سر أن يعطيكم من ملكوت، يقول له فين أبويا ده؟ ما أنا مش شايف أبويا الجسدي عشان أصدق أبويا السماوي. فلازم البيوت تتلم، يشوفوا الآباء ويقعدوا مع الأسرة، ما يبقاش المشغولية كلها مشغولية من أجل أن نريح أولادنا ماديا دون أن نفتقدهم نفسيا وعاطفيا، ويحسوا فعلا بأبانا دي. صحيح ساعات حد يجي يأسان كده وتعبان ويقول أنا خايف خايف، يقول له يعني ربنا سابك قبل كده؟ يقول لك عمره ما ساب، يعني عمل معاك كتير، يقول لك خيره علي ما يتعدش. طب الآن ليه وخايف ليه؟ أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. طب على الأرض هتسيبنا يا رب؟ لا لا تخف، يعني لا تخف على الأرض ولا تخف، ليك أجر سماوي. طب والتالتة إيه اللي ربنا بيقولها لي؟ بيقول لي إيه؟ طوبى لذلك العبد الذي جاء سيده يجده يفعل هكذا، حقا أقول لكم يقيمه على جميع أمواله. يعني ربنا يقيمنا على كل ما له البركة دي، يقيمني على أسرار. يقول لك سر الرب لخائفيه ولهم يعلن عهده. بالمناسبة كلمة لا تخف دي معناها الخوف اللي يخلي الواحد سلبي. هقول لكم مثل صغير. اتنين عندهم امتحان، والاتنين خايف من الامتحان، واحد يذاكر ويمتحن والتاني يخاف ويأجل وما يمتحنش، مع ان الاتنين ايه؟ خايفين. لكن في خوف ايجابي، يعني خوف يخلي الواحد يهتم ويذاكر ويعمل اللي عليه، وفي خوف سلبي يخلي الواحد يهرب ويجري وما يواجهش. يقول لك اصل انا لما برجع لربنا بتحارب حروب شديده. يعني طب ما لما تحارب ربنا هينصرك. لك لا، ما انا عشان كده خايف اقرب من ربنا. يقول لك الخوف ده خوف سلبي. تعالى كده وهتلاقي السلطان ربنا بيقول يطمنك وبيديك نعمه وبيديك بركه. مفيش حاجه تخوف ولاد ربنا. طب والخطيه؟ يقول لك دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. طب وبكره؟ يقول لك لا تهتموا بالغد، الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره. يعني هطمنك وهنفذ وعدي ليك سر ان يعطيكم الملكوت، وهاقيمك على كل مالي. شوفوا على قد ما كان احد الاباء اصل ينكر زي بطرس الرسول، انكر وخاف، خاف وانكر، لكن المسيح افتقده وقول له أباكم سر أن يعطيكم الملكوت، يا بطرس ارعى خرافي ارعى غنمي. وانطلق بطرس في الخدمة وفي الرعاية في التدبير، وأخذ إكليل الرسولية وإكليل الشهادة، وصلب منكس الرأس مقلوب، قال ما استاهلش تصلب زي إيه مخلصي، واستشهد ونطلب شفاعته وبركته أبونا القديس بطرس الرسول. وبدول ثلاث وعود في هذا الإنجيل، ما تخافش
عايز اديك الملكوت، سر يعطيكم الملكوت، هاقيمك على جميع اموالي، على كل مالي. طيب اعمل ايه؟ يقول لك ثلاث حاجات. اول حاجه قال لنا ايه؟ بيعوا. الثانيه منطقه. الثالثه اوقده. بيعوا منطقه اوقده. بيعوا ايه؟ بيع اهتماماتك الارضيه من دماغك، من فكرك. ما تخافش، العصفوره ملهاش جراب تحتبطها في القمح وربنا كل يوم يرزقها. تخافش انت، بس ايه، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه، لا تكنزوا لكم كنوز على الارض بل كنوز في السماء، حيث لا ياتي سارق ولا لا يدنو سارق ولا يفسد سوس، ولا لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا. بيع الارض. تقولي صعبه دي، اقول لك لا، ما انت مش واخد بالك. ما هو اللي هيقيمك على جميع امواله، يقول لك ما دام انت مش حاطط المال في اول اهتماماتك، المال يجري وراك يبقى تحت رجلك. ما دام مش حاطط بتتنازل عن الوصيه من اجل ان انت، يقول لك ايه، اللي تكسب بيه العب بيه. طبعا لو خطأ او شر يضيعنا، يضيعنا. في ناس تخاف تدي العشور، مع ان هات العشور وجربون يفتح السماء ويديكوا خيرات. في ناس تنسى البكور وتقول لك يا ده انا مستني العلاوه دي من بدري. يقول لا، بس دي بتاعت ربنا، اول مره بتاعت ربنا العلاوه دي، او اول مرتب خالص دي البكور. انا قصدي بصراحه نسيت الندر اللي انا ندرت. لا، ما ينفعش. اللي يندر يوفي حتى قبل ما يتحقق النذر. وفي حاجة اسمها النوافل، يعني اللي زاد عن احتياجي، لبس العيال صغر اديه لحد، اكل زايد اديه لحد خلبان، كل كده حرام نرمي الاكل وحرام نرمي الهدوم وحرام نرمي حاجات وناس بتحتاجها. من كام يوم في عيد الملاك الشباب قرروا، مجموعة شباب كده، يعملوا وجبات وينزلوا يوزعوها على الهوملس، الناس اللي قاعدين في الشارع تحت الكوبري والحتت دي كده وقاعدين من غير بيت. فنزلوا اربع عربيات مجموعه شباب ولفوا في المنطقه والمنطقه المحيطه، ولفوا كده ايه، وسجلوا الناس موجودين فين ويروحوا يدوهم وجبه. امر جميل، قلب فيه محبة. بيعوا أمتعتكم، يعني إيه؟ أنا بسيب وقتي بدل ما أقعد أتفرج على ماتش، بعمل حاجة كويسة. بدل ما أقعد قدام الميديا والتلفزيون أسأل على حد قريبي، أطمن عليه، أزوره، أعمل حاجة كويسة. يعني مش بتمتع أنا بالأخذ، أنا بتمتع بإيه؟ بالعطاء. اتنين، منطقه. أدينا ابتدينا الصيام. كلمة منطقه يعني تنسكه، يعني ما تديش نفسك راحتها في كل شيء. يقول لك افرحوا لا لشهوة نلتموها بل لشهوة أذللتموها. هتلاقي فرحان أكتر لما يبقى نفسك في حاجة غلط ومسكت نفسك وتقول يا رب عني، هتلاقي في سعادة وفرح من جواك. عايز انتقم؟ لا، خلاص سبت الموضوع عليك يا رب، تلاقي نفسك ارتحت. وهكذا، يعني أمور كتيرة الواحد لما يسيبها يمنطق أحقائه. لما يسيب فنجان القهوة بتاع الصبح ده عشان ربنا، لما يسيب حقه، لما يسيب حاجة معينة صعبان عليه نفسه فيها، تلاقي ربنا بيعوضه وبيفرحه. منطقوا أحقائكم، ما تديش نفسك راحتها في كل شيء. اصحى بدري وصلي، ما تستسهلش النوم، صلي، اقرا الكتاب وافرح بربنا، يعني جاهد. من اخر، منطقوا احقاءكم
اربط على وسطك، شد الحزام، بنقولها كده ايه، عايزين نربط الحزام شوية. حقيقة احنا في وقت محتاجين فيه كلنا نربط الحزام، دنيا غليت والدنيا بقت صعبة، محتاجين ان احنا نكون بنتنسك ونكون بنصلي اكتر ونفرح اكتر، هنلاقي ربنا مدينا خير كتير كتير كتير. يبقى الاولانية قال لك ايه، بيعه. التاني قال لك منطقه. وعلى فكرة الصوم مش معناه ان انا اغير الاكل باكل نباتي، الصوم معناه ان في انقطاع. ده الصوم، كلمة صوم يعني اقفل بقك، اقفل بقك، لا تاكل لقمة زيادة ولا تتكلم كلمة زيادة. خدوها تدريب كده في الصيام ده، قلل الكلام وقلل الأكل، وبتلاقي هتلاقي قلبك بيصلي من جوه، وزود الصلاة الداخلية والصلاة مع ربنا، هتلاقي الدنيا اتغيرت معاك وبقيت حلوة خالص. يبقى الأولانية بيعوا، التانية منطقه، التالتة اوقدوا مصابيحكم. لما كان بيجي عريس يرتبط بعروسه كان بيديله زي ايه، ركوبه كده او حاجه يحمل عليها، يعدي على المدعوين في بيوتهم، وكان يحط له الهدايا بقى، يدي له شويه رز ويدي له شويه فول ويدي له حاجه للبيت الجديد يعني، ويمشي بقى ويطلعوا المعازيم وراه عشان يخشوا. وتيجي العزاره ماسكين المصابيح، منورين المصابيح بتاعهم في انتظار العريس، خشبة كده ملفوف عليها قماشة ومحطوط فيها زيت وشايلين زيت معاهم كده، فيقول لهم لتكن مصابيحكم موقدة، مستنين العريس. يجي العريس يخش معاه العرس ويغلق الباب. فتكن مصابيحكم موقدة معناها خليك منور، خليك منور. تنور ازاي؟ دايما زي تشوف الشمعة كده، لما تنور تميلها يمين تميلها شمال، اللهب بتاعها فين؟ طالع لفوق، خليك منور بربنا. ما الشمس بتنور، القمر بينور من انعكاس الشمس، وانت تنور من انعكاس ربنا عليك في الصلاة. نور شمعة تدوب وتنور الآخرين. الإنسان المسيحي يبذل نفسه وينور مصابيحكم موقدة. الشمع معمول من زيت او دهون كده، وبالتالي خليك انت كمان ايه، مصنوع من روح الله القدوس، فتنور، تنور روح الله ساكن فيكم. الشمعة ما تزعلش لما تنور 100 شمعة جنبيها وهي ما بتخسرش، بالعكس النور كله بيزيد. ساعد الناس حواليك ينوروا، ما تخافش، هتلاقي نفسك فرحان ومطمن. انجيل النهارده انجيل جميل يا احبائي، في 3 وعود من ربنا، يقول لك لا تخف، اباكم سر ان يعطيكم الملكوت، والتانية الله يقمنا على جميع امواله. وفي 3 افعال نعملهم، بيعوا، متخلي المال، محبة المال أصل كل شيء، ما تخليش المال ولا ممتلكات ولا حاجة تسيطر على دماغك. أوقده، خليك منور وتنور للآخرين. منطقه، فرصة الصوم، نصوم ونصلي ونتنسك وما نديش نفتنا راحتنا في كل شيء. الأولانيين التلاتة دول نعمة، نعمة ربنا بيديها لنا مجانية ما نتعبش فيها. والتانية جهاد، نقول له يا رب احنا مقدرين محبتك ونعمتك. فالجهاد مع النعمة يدونا ايه؟ يدونا السماء. ربنا يبارك حياتكم ويسندكم، فرحكم دايما، ويدينا ان احنا نقضي فترة صوم مقدسة مباركة مفرحة، لان اباكم ايه، سر ان يعطيكم الملكوت. لالهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين. اذكروني في صلواتكم.